محاولة للترويج على تويتر انقلبت على القائمين عليها، حيث نشر الحساب الرسمي لأحد الفنادق الشهيرة بالخبر في السعودية تغريدة قائلا فيها إن الجبن والخمر والأصدقاء أشياء تتحسن كلما كانت أقدم، داعيا الناس إلى الانضمام إليهم للحصول على صحن جبن شهي قبل أن يعود الحساب ليعتذر ويزيل التغريدة، مشيرا إلى أن التغريدة تم نشرها بالخطأ من الشركة المتعاقدة ومن قبل موظف لا يجيد العربية، حيث قام بنسخ البيانات من نفس سلسلة الفنادق لكن خارج السعودية. هذا الموقف أعاد للواجهة مطالب بأن يكلف السعوديون أو العارفون بخصائص المجتمع السعودي بحسابات الشركات على مواقع التواصل، خاصة تلك التي تنشر الدعايات. ولتفاصيل أكثر عن وجود الشركات على مواقع التواصل ودور من يدير الحساب ننتقل إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث ينضم إلينا رئيس قسم التسويق في جامعة الفيصل الدكتور سعد الحقيل. أهلا فيك معنا يا دكتور، كيف تقدر تفسر هذه الأخطاء؟ مرحبا بكم. أقدر أفسر الأخطاء بشكل عام في التواصل الترويجي، في خطأ مقصود الشركة تخطئ في نقل المسج. الخطأ الثاني واللي هو أعتقد أنه قليل من يعني من غير العقل نتخيل أن الشركة أو جهة معينة تود أن ترسل يعني خطأ أو رسالة خاطئة، لكن اللي ممكن يكون بشكل غير مقصود دائما يأتي من ثلاثة شغلات: إما أن المرسل يرسل رسائل غير واضحة أو لا توافق مع الكلتشر أو الثقافة الموجودة، وهذا دارج بشكل تمام للأسف في مجتمعنا. الشيء الثاني وهو دارج في كل العالم انه اليوم الفضاء مزعج ونسميه نويز، في كثير من الرسائل الاعلانيه، في كثير من الاشاعات، من الرومرز، فلا بد ان يكون او الناس احيانا تكون متوتره، يكون الوقت المسج ياثر على قدره المتلقي على فهم الرساله. الشيء الثالث برضو يكون المستقبل في وضع مستعد انه يعني يتعاطى مع الموضوع بشكل خاطئ. بالنسبه للموضوع اللي اثرتيه، اعتقد انه يقع في يعني البند الاول، المرسل بشكل مقصود حاول يثير الفضول، ولكن اعتقد انه فشل، وهو يعني تكنيك او طريقه خطيره في توصيل المسج او الرساله. نعم، طيب هم في الاعتذار قالوا انه يعني الشركه اللي ماسكه الحساب اخطات، فكثير من الناس تحدثوا انه اصلا كيف في شركه ما هي فاهمه الثقافه المحليه هي اللي تمسك الحساب، كيف تقدر ايضا تفسر هذا الموضوع؟ طيب هو الاعتذار اول شيء طيب لفهمهم للناس الضايقوا من الرساله الموجوده، ولكن اعتقد اعتقادي الشخصي قد يكون ان الموضوع ارسل ليثير الاهتمام. طبعا احنا دائما في علم التسويق نعرف المسج الكويس انه يثير الاهتمام، ولكن يعطي إثارة الاهتمام ويرسل المتلقي إلى المسج الحقيقي والمغزى الحقيقي للرسالة، مو فقط يثير الاهتمام بعدين يبعد المتلقي الرئيسي عن مغزى الرسالة. لو نأخذ الموضوع هذا كيس، هو أثار الاهتمام فعلا لكن بشكل سلبي، يعني بمعنى أن المجتمع السعودي خلينا نقول اتجه بشكل سلبي لمحتوى الإعلان. طيب كيف سؤالك كيف نقلم الموضوع هذا؟ بالفعل لابد أن يكون القائم والمشرف على المواضيع هذه ناس عارفة وفاهمة للثقافة الموجودة محليا. التسويق اليوم علم كبير جدا، الاتصال التسويقي والعلاقات العامة علم كبير جدا، الناس تتخصص فيه، أعلى الجامعات تعطي شهادات فيه، وهو شخص جدا حرج. يعني مثلا الألمان كان يقول البضاعة الكويسة لا تسوق نفسها، وممكن البضاعة الكويسة لا تسوق نفسها لكن ممكن شخص يعني سيء يرسل المسج بشكل سيء فيفسد يعني ممكن كل المنتج او كل جودة المسج يعني. فبالتالي اعتقد انه علم حقيقي موجود. لو تنظرين الى اختي سارة، الناس الموجودين اليوم في اغلب الوسائل التواصل الاجتماعي وعلم التسويق يعني يتعلمونه بشكل ممارس، بمعنى انهم مستعدين للخطأ. واحنا نقول في عالم الاكاديمي يعني في الحياة الدروس تسبق الاختبارات، في المدارس الاختبارات تسبق الدروس او العكس، بمعنى انه ما يحتاج انك تجرب، ولما تقع في خطأ كبير تضعك أنت ومؤسستك ممكن مجتمعك في خطأ يعني لا يغتفر. نعم، يعني يمكن في هذه الحالة كان الخطأ يعني فعلا كبير بالنسبة للناس، بس أحيانا إذا خلينا نتكلم على موضوع إثارة الجدل، يعني أحيانا مثلا حسابات الشركات أو المطاعم تدخل مثلا في الجدل، خلينا نقول الدوري السعودي مثلا، الأشياء هذه الرياضية تغضب بعض الناس وتسعد بعض الناس، هل برأيك هذا النوع جيد من الدعاية؟ هو 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 نوع جيد ولكن ليس جدل، هو يسمونه فري رايد افكت، بمعنى اليوم انا اقدر انزل تغريده عن الوسط الرياضي لما يكون في مباراه مهمه، لما اتكلم عن شيء له علاقه بالرياضه والجانب الرياضي بشكل ايجابي القى التفاعل لان المود او امزجه الناس مستعده لاسماع المسج.
لكن لما أرسل رسالة خلينا نقول ما تفهم الثقافة بشكل واضح، في وضع أن المتلقي جدا مستعد للرسالة، تكون هنا الكارثة. فمعنى التسويق أو فري رايدر أفكت أو استغلال المناسبات لإرسال مسج مناسب، هذا شيء ممتاز ولها علاقة بعلم التارجت، هو علم جدا صحيح، لكن محتوى الرسالة لا بد أن يكون مدروس بشكل جيد. أيضا الشركات بس ممكن يعقب، يعني تتخذ القرار هذا وهو أقدر أسميه جيم كارد، يعني هي اللي يعني ألعبها، أما أنجح وأما لا أنجح. لكن لو فكرتي حقيقة من ناحية أنه يثير الفضول، صاحب الإعلان هذا غالبا يتلقى يعني بحث كبير من المستهلكين أو المتابعين، والناس تتكلم عنه ويعني يتداول اسمه بشكل كبير. لكن ما أعتقد أن الشركات اللي تبحث عن محتوى جيد وعندها أهداف طويلة الأمد وعندها رسالة واضحة أنها تلجأ لهذا النوع من الإعلان. طب سريعا دكتور سعد، هل تتذكر قصة مثلا كان فيها مثلا تغريدة تسببت في مشكلة جدا كبيرة؟ يعني والله أنا عندي يمكن قصص كثيرة، لكن أقص ثلاث قصص. طبعا من أشهر الناس اللي دايم عنده لغط يعني الرئيس الأمريكي ترامب، أيضا هيلاري كلينتون في حملتها أرسلت رسالة خاطئة معروفة وغطيتوها. لكن من أجمل الرسائل، وأبغى أبعد عن السياسة يعني، كان في إعلان لشركة أعتقد ريبوك في أمريكا مرة، أعلنوا إعلان معنى المحتوى، قالوا يعني يحاولون يحفزون من الناس تذهب للإكسرسايز التمرين الرياضي، فقالوا ممكن تغش على زوجتك أو صديقتك، لكن ممكن تغش على النادي الرياضي. اعتقد كان الشارع الامريكي يعني تفاعل معه بشكل سلبي، انه كيف انه الاعلان هذا يحفز انك تغش على زوجتك او تغش مثلا صديقتك ولا تغش في تمرينك، مع انه كان صراحه لوجن او يعني عباره جذابه، لكنها فشلت في تقبل المجتمع منفتح جدا على المواضيع هذه. اكيد ستفشل، يعني خلوا الخصم المراه، فيعني اكيد الحمله راح تفشل، والرجال اذا سمعوا الكلام حتكون مصيبه. على العموم نحن بنشكرك جدا على هذه المداخله معنا اليوم، كان معنا رئيس قسم التسويق في جامعة الفيصل في الرياض الدكتور سعد الحقيل.